الله يسعدكم يا رب، شكرا لكم. اسمي أريج ياس بجوي، حصلت على المركز الرابع على مستوى العالم في مجال الكيمياء، كنت ضمن الفريق السعودي الممثل للمملكة في المحفل العالمي للعلوم والهندسة آيسر. كيف كان الشعور وانتم في ارض الحدث وترون اسم المملكه جائزه تلو الاخرى، تسمعون اسم المملكه واسماء احد الطلاب يحققها؟ كان شعور جدا جميل، شعور مليء بالفخر والاعتزاز. كان بمجرد ما نسمع منطقه من مناطق المملكه كل الفريق يقوم محتفل وسعيد ونرفع علم المملكه عاليا. اللهم لك الحمد انه احنا عشنا هذا الشعور ومثلنا الوطن بافضل صوره، وان شاء الله باذن الله نمثل المرات الجايه افضل يا رب. شفتوا الدعم من الجهات الحكوميه لتحقيق هذه الجائزه؟ طبعا كان في دعم كبير وخلانا نوصل لهذيك المرحله بعد فضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. شكرا لقيادتنا الرشيده، شكرا لوزاره التعليم، اداره تعليم الرياض ممثله بالاستاذ حمد، شكرا لموهبه الله يسعدكم يا رب، شكرا لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه وجميع الاشخاص والمبادرات الموجوده حاليا ساعدونا عشان نوصل لهذا المكان، شكرا للجميع. كلنا نفرح. صحيح انه كان في تنافس واحنا ننافس بعض، لكن ما غلبنا التنافس عن علاقاتنا مع بعض، كانت علاقتنا جدا قويه وفي ترابط كبير بيننا، خصوصا ان احنا اشتغلنا مع بعض من البدايه.